أرجو أن نقف معا نبدأ عبادتنا. نستمع لبعض الكلمات من مزمور شهير جدا ومزمور 51. مزمور 51 بيقول مرنم هذه الكلمات: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني، لأني عارف بمعاصية وخطيئتي أمامي دائما، إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي، ها قد سررت بالحق في الباطن ففي السريرة تعرفني حكمة، طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها، أستر وجهك عن خطاياي وامحو كل أثامي. عدد 10 هو العدد النفسي أن كلنا يبقى بيدور في أذهاننا وإحنا بنرنم الترنيمات القادمة: قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني، فأعلم الأثمة طرقك والخطاة إليك يرجعون. ترنيمة الأولانية اللي عايزين نسبح بيها الله، ترنيمة بتقول: سبحوا ربنا يا كل الأمم، احمدوه يا كل شعبه، لأن رحمته قد قويت علينا وآمنته إلى الدهر. هللويا. الترنيمة دي هي تقريبا نفس كلمات مزمور 117، فخلونا نسبح الله من خلال هذه الكلمات. على محبته، على أمانته، على رحمته، على غفرانه، على فدائه، على عمل الصليب. نشكر رب لأجل عنايته ورعايته،
قيادته وإرشاده معيته حفظه. شركتنا معه نشكر رب لأجل وجودنا في محضره في هذه اللحظات، لأجل أبواب بيته المفتوحة لنا، بل لأجل قلبه المفتوح لنا. نشكر رب لأجل ظروفنا المختلفة بكل الحلو والمر فيها، فضلك صلي لأجل نفسك، صلي لأجل أحبائك في الجسد، إن الرب النهاردة يكلمنا كلنا بكلمة الحياة ويفتح قلوبنا لنفهم ما يريد الروح أن يقوله. فضلك صلي هذه الكلمات، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، وشريعتك في وسط أحشائي. خلونا من فضلكم نصلي لأجل كل المحتاجين، لأجل كل المرضى، لأجل كل المعوزين المذلين المكروبين، صلي لأجل كل المظلومين، كل المحبوسين، كل المتألمين الحزانة. ربي يمد إيدي ليهم ويسدد احتياجهم. أخيرا خلونا نصلي لأجل بلادنا، لكل ظروفها، لكل المسؤولين فيها. لأجل كل محاولات الإصلاح فيها. نحن يا رب نشكرك نباركك من كل القلب، لأنك أنت الله وليس آخر. يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية هو عندك. أنت سامع الصلاة الذي إليك يأتي كل بشر، لذا رب نأتي إليك واثقين في محبتك وفي استجابتك، لأننا نطلب الكل باسم الرب يسوع. آمين. تفضل. تنيمة قادمة بيقول فيها المرنم بعدما استمعنا إلى هذه الدعوة سبحوا ربنا يا كل الأمم، يقول المرنم في هذه التنيمة: أسبح الرب مدى الحياة، أبارك اسمه في كل حين، فقد نعمت منه بالنجاة من الهلاك ومن الأنين. نفسي تغني قد مات عني، قد زال خوفي، أحيا في سلام، نصري أكيد، قلبي سعيد وروحي تشدو على الدوام. أسبح الرب مدى الحياة، أبارك اسمه في كل حين.
مبادئ عصر الإصلاح. فكان المحاضرة اللي أنا بتكلم فيها عن حاجة اسمها أو مبدأ من المبادئ اسمه الإيمان وحده. إنه مارتن لوثر لما نادى بالخلاص أو نادى بعقيدة التبرير كان واحد من الأساسيات اللي فيها أن خلاصنا تبريرنا يأتي بالإيمان وحده. وكان واحدة من التطبيقات اللي أنا قلتها كراعي لكنيسة وبكلم رعاة يعني مستقبليين، إنه مناداتنا بهذه الفكرة بفكرة التبرير بالإيمان وحده معناها إنه عبادتنا في الكنيسة تعبر عن مركزية يسوع، زي ما يسوع هو مركز التبرير، هو بالإيمان وحده نحن لنا الخلاص والبر والفداء والغفران. إذن على يسوع أو علينا أن نجعل يسوع، أن نسعى إلى أن يكون يسوع هو مركز عبادتنا. مش أي إنسان هو مركز العبادة، مش حتى الموسيقى والترنيم هو مركز العبادة، مش العظة أو الواعظ هو مركز العبادة، لكن مركز العبادة اللي كلنا بنشير إليه، كلنا بنرنو إليه، بننظر إليه، هو يسوع المسيح. زي ما في يوم الميدة بيبقى عمل المسيح هو اللي في المركز، في كل يوم أحد في كل عبادتنا سواء العبادة الشخصية أو العبادة الجمهورية يسوع ينبغي أن يكون هو المركز. الترنيمة اللي جاية بيقول فيها المرنم لما أحب أشكر أعمل إيه، لما أحب أشكر أعمل إيه. حتى في الشكر هو المركز، مش عطاياه هي المركز، هو المركز. ماذا أرد للعلي من أجل كل الحسنات علي فاض خيره وشملتني البركات. أنا أقدر أعمل حاجة؟ لا. أعمل إيه؟ الخلاص، الخلاص، كأس الخلاص آخذا، هو المركز، من يديه وأرفع الشكر لديه. نرنم من هذه الترنيمة، العدد هي ترنيمة رقم 218 في كتاب الترنيم. نرنم من هذه الترنيمة العدد الأول والثاني والرابع، 1 و2 و4 من ترنيمة رقم 218. God.
سئلت هذه المجموعة لو تمنيت أن ترى شخصية من الشخصيات التي عاصرت يسوع تحب تقابل مين؟ لو اخترت حد من عصر يسوع من الناس اللي اتعامل معاهم الرب يسوع تحب تقابل مين؟ فكل واحد قال شخصية من الشخصيات، مريم وبطرس ويوحنا وفيلبس وقائد المئة. بعدين في واحد وقف وقال من بين كل الشخصيات اللي تعاملت وتقابلت مع الرب يسوع، إذا أردت أن أرى شخصاً أريد أن أرى شخص يهوذا الإسخريوطي. يعني يستعجب الناس قالوا اشمعنى يعني يهوذا، يعني ده آخر واحد الواحد يعني يتمنى أن هو يقابله. قال أريد أن أرى نوعية تلك الشخصية التي عاشت مع يسوع سنين هذه عددها، ثم استطاعت في النهاية أن تخونه. أنا عايز أشوف شكل البني آدم ده اللي قعد مع يسوع وشاف معجزاته وسمع كلماته وشاف طريقة تعامله المحبة مع الناس ومبادئه السامية التي لم تدانيها أي مبادئ أخرى، ثم استطاع في النهاية أن يخونه. ونحن كثيرا ما نكون يهوذا. الترنيمة اللي جاية بتقول كلمات بتتحدى حياتنا، يقول فيها المرنم في القرار: لا أستطيع أمام ذي المحبة، لا أستطيع أن أحيا في الخطية. عندما نستمع إلى كلماته، عندما نرى تعاملاته، عندما ننظر إلى صليبه وعمله لأجلنا، هل تشتعل فينا جذوة المحبة مرة أخرى؟ هل نعود مصلين قلبا نقيا: أخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي؟ خلونا نوقف مع بعض ونرنم ترنيمة رقم 212 في الكتاب: إنني مسبى بحب جارف. لا أستطيع
كلمات الرب يسوع: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. ترنيمة رقم 204: يا ثقيل الحمل أقبل نحو فاديك الحبيب، واطرح الأوزار حالا عند ذياك الصليب، قلبا نقيا أخلق في الله وروحا مستقيما جدد في داخلي، فترى ينبوع جود سال من جنب الحمل، من أمات الموت بالموت الذي عنا احتمل. ترنيمة رقم 204. ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصي. من فضلك خلونا كلنا نصلي، نصرخ إلى الله أن ينقي قلوبنا، يطهر أفكارنا، يقدس مشاعرنا، يفتدي مرة أخرى إرادتنا. تعالى بالمغسل والمنشفة لكي تغسل قدمي.
يقول الرب يسوع قدسهم في حقك، كلامك هو حق. فضلك أصرخ له رب قدس حياتي ليتقدس اسمك في حياتي. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. آمين. تنيمة الأخيرة فيها المرنم بيفتخر ويبتهج ويفرح بالصليب، ويقول في القرار لي خلاص، لي خلاص كامل فوق الصليب. واحدة من أروع الكلمات الموجودة في الترنيمة دي، الكلمات العدد الخامس بيقول فانفخي يا كل ريح واضرمي نار الجحيم، فخلاصي بمسيح مات عني وأقيم. إذن لا أخاف، أنا متأكد وعلى يقين أنه عندما تنتهي حياتي هنا على الأرض أنا بين يدي المسيح، أنا في ضمان تام، لي خلاص، لي خلاص كامل فوق الصليب. ترنيمة رقم 233 في كتاب الترنيم. أنا نفسي نحن نرنم كل الترنيمة، الترنيمة جميلة، ممكن نحن نرنمها كلها. خلونا من فضلكم نقف مع بعض ونختم فرصة الترنيمة. Leave.
من كلمة الله المقدسة نقم الإنجيل بحسب البشير لوقا، إنجيل لوقا الأصحاح الأول من عدد 5 إلى عدد 22. إنجيل لوقا أصحاح 1 من عدد 5 إلى عدد 22. نقرأ بعض القراءات ثم نستمع إلى ترنيمة خاصة مع فريق الترنيم، ثم نستمع. وأنا مبسوط جدا بوجود الراعي الفاضل الدكتور الأسيس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر. وعلى المستوى الشخصي أنا أشعر أنه الأسيس أندريا سند لي، وبحسب معرفتي هو سند لأسوس كتار جدا في علاقة شخصية قوية معاه في حياتهم. فأنا فعلا بشكر ربنا لأجله، بشكر ربنا لأجل العمل العظيم اللي ربنا ائتمنوا عليه في قيادته للطائفة. يمكن سمعنا الأسبوع اللي فات أنه خلال الأسبوع اللي فات كان في مؤتمر عن الوعظ الكرازي قامت بيه الطائفة، كان تحت رعاية الطائفة الإنجيلية، ودعي إليه أكتر من 1000 خادم وواعظ ومبشر بالكلمة في كل الطوائف في كل المذاهب المسيحية، كان في وادي النطرون. أشكر ربنا لأجل التأثير الحقيقي اللي تركوا المؤتمر ده على نفوس كثيرين، وغيرها من خطوات كتيرة. فعلا الأسيس أندريا عايز ينقل الطائفة من مجرد شكل رسمي إلى هيئة حقيقية، هيئة روحية حقيقية بتؤثر في الكنيسة وبتترك تأثير إيجابي في حياة أولاد الله في مختلف الكنائس في كل المذاهب المسيحية. أنا مبسوط وسعيد جدا أن هو يكون موجود معنا النهاردة متحدثا بكلمة الله. نستمع إلى القراءة الكتابية ثم ترنيمة مع فريق الكنيسة، ثم كلمة الله على فم الدكتور الأسيس أندريا. إنجيل لوقا أصحاح 1 من عدد 5 إلى عدد 22، وهرجو من حضراتكم أن احنا نقرأ هذه الكلمات بالتبادل. خلونا نقرأها بصوت قوي وإحنا بنتعبد للرب من خلال هذه القراءة. يقول البشير بالوحي المقدس: كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبية، وامرأته من بنات هارون واسمها أليصابات. ولم يكن لهما ولد، إذ كانت أليصابات عاقرا، وكانا كلاهما متقدمين في أيامهما. حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر. فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور، فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك أليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا. لأنه يكون عظيما أمام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. فأجاب الملاك وقال له: أنا جبرائيل الواقف قدام الله، وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا.
وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من إبطائه في الهيكل. أيضا من العهد الجديد من الإنجيل بحسب البشير متى. الإنجيل بحسب البشير متى نقرأ جزءا صغيرا من الإصحاح الثالث، إنجيل متى إصحاح 3، ونستمع إلى القراءة من العدد 13 حتى نهاية الإصحاح عدد 17. إنجيل متى إصحاح 3 من عدد 13 إلى عدد 17. حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال له: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. يبارك روح الله قراءة هذه الكلمات لقلوبنا. استمع الآن إلى ترنيمة من فريق الترنيم، ثم إلى كلمة الله مع الفاضل الدكتور القسيس أندريا زكي. خرافي لا يخطفون.
عزيمة، فإن سقطت تقوم. أنا آتي يا ربي بكل ضعفي وإثمي، تعال بدل حياتي، تعال غير فتاك. أنا سعيد أكون مع حضراتكم النهاردة، وبشكر الأسيس يوسف على القديم اللي أنا فعلاً ما استحقوش. كنت اتكلمت مع حضراتكم من فترة حوالين معمودية يوحنا والمسيح، وكان عنوان العظة الروحانية والسلطة. وفي اللقاء الأسبوع اللي فات اللي أشار فيه، أو الأسبوع ده اللي احنا فيه اللي أشار إليه الأسيس يوسف، تكلمت عن من هو الشخص الروحي. والنهاردة بناء على النصين اللي قريناهم من إنجيل لوقا وإنجيل متى، عايز أتكلم عن الروحانية بين الصمت والمواجهة، الروحانية بين الصمت والمواجهة. ومعرفش يمكن هكون جاهز ولا لا في مرة جاية أكلمكم عن الروحانية والصدام، بس خليها بعدين دي. خليني أركز النهاردة على الروحانية بين الصمت والمواجهة. وأنا دايما في كل وعظة بوعظها بصلي دايما أقول يا رب لتكن هذه الكلمات لي أنا أولا، لأنه مكتوب ويل لمن تأتي منه العثرات، تكون لي أنا أولا. لما تكلمت عن الروحانية والسلطة وتكلمت على معمودية يوحنا المعمدان المسيح، قلت بعض الحاجات يمكن قد يكون من المناسب أذكر حضراتكم بيها. يمكن أنا مش عارف تكلمت بالرسالة دي من سنة أو من أكتر هنا في الكنيسة، وكان السؤال المطروح وقتها وحتى في النص اللي قرأناه، من يعمد من؟ من له السلطة؟ المعروف أن المعمدان جاء يعد الطريق، من يعمد من؟ من له السلطة؟ بدون شك المعمدان وهو بيقوم بالمهمة دي كان يعلم أنه يعمد سيده، والمعمودية فيها سلطة، مش أي حد يقدر يعمد. من يعطي المعمودية هو شخص له سلطة روحية وله سلطة دينية. من يعمد من؟ ويقول كده الكتاب، وسمح له لكي يتمم كل بر. وفي الدرس المهم اللي أنا شخصياً اتعلمته من وقتها، حطه قدام عيني وما بيفارقنيش، وقلت وقتها هذا الكلام، إنه في معمودية يوحنا للسيد المسيح كان واضحاً أنه في لحظة ما ليس بالضرورة من فوق الهرم الديني هو أفضل شخص، لأنه المعمدان لم يكن في ذلك الوقت هو أفضل شخص. هو كان في اللحظة دي قبل الإعلان عن المسيح في المعمودية، في اللحظة دي كان له سلطة دينية، وفي اللحظة دي هو الذي قام بالمعمودية. لكن من كان على رأس الهرم الديني في ذلك الوقت لم يكن أفضل شخص، كان الذي يعمده أفضل منه، كان الذي يعمده هو سيده رب الأرباب وملك الملوك. قلت ولازلت أقول وبقوله لكل أسيس، وبقوله لنفسي، وبقوله لكل خادم في اجتماع، مش بالضرورة بس الأسوس، لكل خادم في اجتماع، كونك القائد ليس بالضرورة أنت أفضل شخص في المكان اللي بتخدم فيه، قد يكون هناك من تخدمهم هم أفضل منك بكثير. بقوله لنفسي دايما اللي يوجد في الكنيسة، وهذا ليس من قبيل التواضع المزيف ولكنه عن يقين، يوجد في الكنيسة كثيرين أفضل مني، ويوجد في الكنيسة المحلية كثيرين أفضل منا، ويوجد في الاجتماعات كثيرين أفضل منا. ليس بالضرورة من يقف على هرم السلطة الدينية هو أفضل شخص. وإذا تعلمنا الدرس ده
بنفتح الباب للقيادات، وإذا تعلمنا الدرس ده بنبني الناس، وإذا تعلمنا الدرس ده بندي مساحة حقيقية للنمو داخل الكنيسة. المعمودية كانت إعلان للمسيانية المسيح، وأشرت في الرسالة سابقاً أنها كانت أيضاً انتقال سلمي للسلطة الدينية، لأنه في المعمودية نزل الروح القدس على السيد المسيح: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. كان هناك إعلاناً إلهياً، إعلاناً سماوياً بأن هذا هو المسيح. وفي هذه اللحظة الفريدة في التاريخ الديني الإنساني والعالمي تنتقل السلطة الدينية بوضوح من المعمدان إلى المسيح، هذا المعمدان الذي جاء ليعد له طريقاً، وهذا هو المسيح المنتظر الذي جاء ليخلص العالم. معمودية المسيح لم تكن معمودية عادية، ولكنها كانت أيضاً مش بس انتقال سلمي للسلطة، مش بس إعلان عن مسيانيته، ولكن إعلان عن مفهوم جديد وعميق، أن المعمودية بالماء تنتقل إلى المعمودية بالروح. وده الجوهر العميق جداً للإعلان الذي تم في المعمودية. نرد عايز أتكلم بإيجاز عن فكرتين. الفكرة الأولى عن الصمت الروحي، والفكرة الثانية عن المواجهة الروحية. الجزء اللي احنا قرأناه وهم أيضا يرتبطوا بالمعمدان وبالمسيا ويرتبطوا بالنصين اللي احنا قريناهم مع بعض النهاردة. النص اللي قريناه في إنجيل لوكا يتحدث بوضوح البشير أن الله ظهر في رؤيا لزكريا، وفي هذه الرؤيا يعلن الله عن قدوم المعمدان، ولم يصدق زكريا هذه الرؤيا. خذوا بالكم في موقف شبيه حدث أيضا في العهد القديم، حينما بشر الله إبراهيم، وسارة كانت سامعة بمولد إسحاق، ويقول الكتاب كده: وضحكت سارة وقالت: كيف يكون لي تنعم وسيدي قد شاغ. نفس الكلام يتكرر مرة أخرى في ولادة المعمدان، ويقول كده زكريا: يعني إحنا عجزنا، كيف يكون لنا هذا؟ ويعلن الوحي المقدس له بوضوح: لأنك لا تثق في مواعيد الله، لأنك لا تثق في إعلانات الله، تكون صامتاً حتى يولد الصبي. هذا هو الصمت. الصمت في حالة زكريا كان عقاباً وكان أيضاً تدريب، كان عقاب وكان تدريب. والسؤال المهم اللي عايزين نتعلمه النهاردة من رسالة الصمت الروحي: هل يا ترى محتاجين كخدام وكأفراد وككنيسة في مرحلة من المراحل أن نتوقف؟ ليس بالضرورة للعقاب، وليس بالضرورة لإعلان إلهي، ولكن لضرورة أن نتعلم. تحتاج الكنيسة ويحتاج الخدام إلى ما أسميه في لحظة من لحظات إلى هذا النوع من الصمت الروحي. مرات كثيرة محتاجين نوقف كلام، مرات كثيرة محتاجين بعض المرات نوقف وعظ، مرات كثيرة محتاجين نسكت شوية، لأنه في مرحلة الصمت الله يتكلم، وفي مرحلة الصمت يفتح الروح القدس لعيوننا وأعماقنا عن أبعاد جديدة وعن رؤى جديدة وعن مواقف جديدة، ويعلمنا دروس لم نتعلمها في حياتنا أبدا. الرسالة دي لينا احنا كخدام، ومش بس لينا احنا كخدام، لشعب الكنيسة. احنا محتاجين في لحظات معينة أن نصمت عن الكلام، لأن الصمت مرات بيكون نوع من التدريب. وفي مواقف أخرى نحتاج أن نصمت عن الخدمة، تبقى كارثة لما يكون مفروض ما نخدمش ونخدم،
بتبقى كارثة لما يكون مفروض نسكت ونرجع سنة ونصر إن إحنا نطلع ونخدم. مرات كتيرة خدمتنا ممكن تكون عثرة، مرات كتيرة خدمتنا ممكن تأذي. محتاجين في لحظات كما نصمت عن الكلام نصمت أيضا عن الخدمة. محتاجين في مرات أخرى نصمت عن دينونة الآخرين. ناس دايما 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 في دينونة مستمرة للآخرين. والشيء المؤسف إن معظم الناس اللي بيدينوا هم أسوأ ناس، ونادر لما تلقى واحد بيدين ما بيعملش الحاجات اللي بيدين الآخرين فيها. ونفس السيد المسيح قال: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون. مرات محتاجين صمت روحي، صمت عن دينونة الآخرين، لأن ما بنبقاش عارفين إن إحنا وإحنا بندين الآخرين إحنا بندين أنفسنا. صعب جدا قضية الدينونة، صعبة جدا، والأفراد والكنيسة والخدام محتاجين في لحظات الصمت الروحي إنه يكون في وقف عن الدينونة. كمان في مرات محتاجين نصمت عن تبرير مواقفنا وتبرير مواقف الآخرين. مرات عملية التبرير وإحنا مش عارفين بتكون أسوأ، لأنه وإحنا بنبرر بنلطخ اللي حوالينا وبنلطخ أنفسنا. لو سكتنا في مواقف ما نبررش فيها بننقذ الخدمة وبننقذ الأشخاص. أنا ممكن أتكلم ساعة وساعتين النهاردة عن مجالات الصمت الروحي، لكن الوقت ما بيساعدنيش. في لحظة من اللحظات زكريا جات له أوامر من السماء: أصمت لأنك لم تثق. ومرات كتيرة إحنا محتاجين إن إحنا نصمت، ربما مش بسبب عقاب ولكن بسبب تدريب، إعادة بناء، إعادة رؤية، إعادة تحرك. لأنه في مرات كثيرة لما بنصر على عدم الصمت بنسيء إلى الخدمة ونسيء إلى أنفسنا كثيرا. متى تتعلم الكنيسة ومتى يتعلم الخدام ومتى يتعلم الأفراد الصمت؟ قضية في غاية الأهمية. لكن الصمت ليس صمتا أبديا، الصمت دائما بيكون في مرحلة ولموقف ولظروف. ولكن كما أن هناك صمتا روحيا أيضا بنفس القدر والمقدار هناك مواجهة روحية. الخوف إن إحنا ما بنصمتش في الوقت اللي مفروض نصمت فيه وما بنواجهش في الوقت اللي مفروض نواجه فيه. يا ريت نصلي دائما ربنا يدينا حكمة كقادة وكأفراد نعرف إمتى نصمت وإمتى نواجه. في موقف يوحنا، في موقف زكريا بي كان هناك صمتا روحيا، لكن في موقف يوحنا أيضا كان هناك مواجهة روحية. ويوحنا قام بالمواجهة على مستويات عديدة. إحنا برضو بعض المرات المواجهة نحب نعملها في الحتة اللي نحبها فقط، أو اللي تعود لينا بمجد شخصي، أو اللي تعود لينا بكريدت. المواجهة اللي بترتبط بمجد شخصي وبكريدت ما هيش مواجهة روحية، مواجهة أنانية وذاتية. المواجهة الروحية هي المواجهة التي ترتبط بمجد الله أولا، والتي ترتبط بحضور، والتي ترتبط ببناء الجماعة وبناء الكنيسة والدعوة إلى التقدم. واجه الخطايا الفردية، لم يصمت على الخطية، ودعلنا بوضوح الحاجة إلى التوبة، صوت صارخ في البرية. واجه يوحنا الخطايا الفردية للناس ودعا إلى التوبة ودعا إلى المعمودية، أحد علامات هذه التوبة في ذلك الوقت. لكن كمان يوحنا لم يواجه الخطايا الفردية فقط، ولكنه واجه خطايا المجتمع والحكام. ورفض يوحنا
بوضوح شديد الخطايا الدينية للحاكم. رجعوا للنص وقروه. رفض بوضوح زواجه وواجه الحاكم وواجه خطاياه الدينية، وكانت النتيجة أنه دفع ثمناً كبيراً لهذا الموقف كانت حياته. المواجهة الروحية دايماً ليها ثمن، ربما ما تكونش حياتنا، ربما لبعض الناس، ولكن المواجهة الروحية الحقيقية دايماً هيكون لها ثمن. اللي بيواجه عشان ياخد كريدت ده مش في ملكوت الله، اللي بيواجه عشان يدفع ثمن ده بيبني ملكوت الله. وعشان كده مواجهة عن مواجهة تفرق، بيبان العامل البشري والأنانية والرغبة في المجد والذات لما بنقوم بمواجهات لمصالحنا الشخصية، وبيبان الخضوع الحقيقي والرغبة الشديدة في دفع الثمن لما بتكون المواجهة لبناء ملكوته ولبناء مجد الله ولبناء الكنيسة ولبناء الجماعة. النهاردة للأسف في غياب للمواجهة الروحية ولأسباب عديدة، واحدة منها اختلال الموازين، ما بقيتش عندنا موازين روحية حقيقية نواجه بها المسائل. المواجهة لا تخضع لموازيننا إحنا، لا تخضع لحساباتنا، لا تخضع لمقاييسنا، اللي عايزينه واللي مش عايزينه، اللي نعديه واللي ما نعدوش. المواجهة الروحية الحقيقية ترتبط بموازين روحية، ولما تختل الموازين تغيب المواجهة. كانت الموازين لدى يوحنا في مواجهته موازين مبنية على الحق الكتابي. للأسف النهاردة بنشوف في كنايسنا المحلية، في كنايسنا العامة وعلى مستوى أسرنا وجود أكثر من مكيال. الناس بتتعب وبتتصدم لما تشوف أكثر من مكيال، وبيصبح هناك هزة روحية حقيقية. لا يوجد إلا مكيال واحد، المكيال الذي أعلنته كلمة الله، المكيال المرتبط بالحق. كمان بتغيب المواجهة الروحية عننا كأفراد وعننا كنايس عندما ترتعش أيدي من هم في المسؤولية. لما بترتعش أيدي من هم في المسؤولية تغيب المواجهة الروحية، تغيب المواجهة الروحية التي تبنى. الأيدي المرتعشة لا تصنع قرائد، الأيدي المرتعشة التي تسعى للكريدت الشخصي أو تخاف هي في المكان الخطأ، سواء في قيادة كنيسة، في قيادة اجتماع، في قيادة عمل روحي، في أي قيادة. تلك الأيدي المرتعشة تجعل المواجهة الروحية مواجهة مرتعشة، ووجود الأيدي المرتعشة بيؤدي دائما إلى غياب التأديب الكنسي. وأنا بعتقد أن جزء كبير من مشكلة الترهل الروحي في كنائسنا والترهل الروحي في حياتنا الشخصية إلى غياب هذا المفهوم العميق للتأديب الكنسي. مش الانتقام الشخصي، مش الانتقام الشخصي، التأديب الكنسي. والفرق بين التأديب الكنسي والانتقام فرق كبير وفرق رهيب جدا. الانتقام عامل بشري يؤدي إلى الدمار وإلى التحطيم، والانتقام يولد انتقام فانتقام. التأديب الكنسي يؤدي إلى البناء والصلح وقيادة الفرد والجماعة إلى وضع أفضل. مش بس غياب التأديب، لكن كمان في مشكلة بنواجهها هو الانتقائية في عملية التأديب. نأدب اللي على مزاجنا وما نأدبش اللي على مزاجنا. تلك الانتقائية في عملية التأديب الكنسي تجعل من التأديب الكنسي أمر مايع مرفوض، يؤدي في النهاية إلى ترهل الكنيسة. أنا الوقت مش مساعدني أتكلم عن حاجات كتيرة، لكن كمان واحدة من الحاجات اللي لما بتغيب في المواجهة الروحية بتجعلها ضعيفة غياب النموذج. أنا بتكلم ليا فترة وهستمر أتكلم عن التقوى الشخصية للأفراد وللخدام معا، وغياب النموذج من الحاجات المؤثرة. الاستهانة
أقدر أتكلم عن حاجات كتيرة جدا يمكن في النهاية تجعل المواجهة الروحية ضعيفة. نحن نريد مواجهة روحية بمقاييس الله، نحن نريد مواجهة روحية تبني الفرد والكنيسة، نريد مواجهة روحية تأخذنا إلى أرض جديدة، إلى الحلم الجديد، لنرى مجده، لنرى حضوره، لنرى قوته، لنرى المجد الذي هو به والذي دعانا إليه. لا تصيروا الحرية فرصة للجسد. الكنيسة تحتاج إلى صمت روحي، والكنيسة أيضاً تحتاج إلى مواجهة روحية. الأفراد يحتاجوا إلى صمت روحي، والأفراد أيضاً يحتاجوا إلى مواجهة روحية. القادة يحتاجوا إلى صمت روحي وإلى مواجهة روحية. أروع شيء في المعمودية كان الحضور الإلهي، كان الحضور الإلهي. يقول كده البشير: ورأيت الروح نازلاً عليه مثل حمامة. الصمت الروحي والمواجهة الروحية دون خبرة الحضور الإلهي تصير بشرية، وحينما تصير بشرية فقط ترتبط بالأنانية والتدمير، وحينما ترتبط بالحضور الإلهي ترتبط بتضميم الجراح، بالحق، بالبناء، بالأخذ إلى الأمام، بالعبور إلى أرض جديدة، بالالتزام بالمحبة، المحبة التي تؤمن أنها تستر كثرة من الخطايا. قوة المعمودية كانت الإعلان عن مسيانية المسيح، كانت الإعلان عن عهد جديد، كانت الإعلان عن قوة جديدة، قوة مؤثرة، خبرة جديدة، خبرة الحضور الإلهي. إخوتي وأخواتي، ومن هنا هذه الرسالة لي قبل أن تكون لحضراتكم. نحتاج ككنيسة وكأفراد وكقادة إلى تلك القوى الجديدة، إلى تلك الخبرة الجديدة، إلى تلك النعمة المغيرة التي تملكنا وتأخذنا بقوة إلى فهم عميق للصمت وفهم أعمق للمواجهة على أساس روحي. لا تصيروا الحرية فرصة للجسد، لا تجعلوا من المواجهة انتقاماً، ولا تجعلوا من الصمت تخاذل وتراجع، بل اجعلوا من الصمت لحظة للتأمل والتدريب والبناء والتعبير والعبور، واجعلوا من المواجهة لحظة للتغيير، للبناء، لإعلان مجد الله، لأننا بحبوره شفينا. نصلي. دكتور سامح سمير يقودنا في صلاة. إلهنا وأبانا السماوي رب، نشكرك من كل القلب من أجل شخصك الرائع العظيم يا رب. يا رب نشكرك عشان بيتك اللي أنت بتفتحه لينا يا رب عشان نيجي ونتقابل معاك مع بعض يا رب، ونسبح اسمك، نصلي لك ونتكلم معاك يا رب، ونستمع لصوتك يا إلهنا. يا رب نشكرك جدا عشان كلامك لينا النهاردة. بالحقيقة يا رب مرات كتيرة بنتكلم كتير وإحنا نحتاج أن نصمت، نحتاج أن نراجع نفسنا، نقيم نفسنا أمامك يا رب، نعرف حجمنا، نعرف ضعفاتنا وأخطائنا، عشان ما نكونش معلمين كثيرين يا رب، لأنه في أشياء كثيرة بنعثر جميعنا وبنسبب عثرات لناس. سامحنا يا رب على كلامنا الكثير اللي لا يخلو من معصية. ادينا حكمة يا رب إننا
نصمت نتمهل في الكلام يا رب. ادينا كمان يا رب حكمة ونعمة ازاي نواجه بلا خوف، وازاي نواجه عشان مجد المسيح. يا رب محتاجين شجاعة منك، ان في مواقف كتيرة بنتراجع واحنا لازم نتقدم ولازم نتكلم. شجعنا وقوينا بالروح القدس يا رب عشان نواجه الناس الصح وبطريقتك المظبوطة يا رب، والمجد المسيح وحده. احمينا من الخوف يا رب، واحمينا يا رب البحث عن مجدنا احنا، لكن ادينا نخضع ليك بكل القلب يا رب، يكون كل اللي في قلبنا ان فعلا يا رب انت وحدك اللي تاخد كل المجد، لانك وحدك اللي تستحقه يا الهنا. غير قلوبنا وغير حياتنا يا سيد بكلمتك من فضلك يا رب. نشكرك عشان عبدك اللي قدنا في التأملات دي، نشكرك عشان حياته، عشان خدمته، عشان المكان اللي انت حطيته فيه يا رب. من فضلك استخدمه بركة أكبر وأكبر، قوي بالروح القدس عشان يعمل أعمال أعظم وأعظم للمسيح والمجد المسيح. باركنا إحنا عبيدك يا رب السامعين لنخضع ونعمل بكلامك، ليك كل المجد يا رب في اسم المسيح. آمين. آمين. نشكر ربنا جدا لأجل الكلمات الواضحة المنقادة بروح الله القدوس. أشكر ربنا لأجل خدمة وحياة الدكتور الأسيس أندريا، أصلي نعمة ولي بركة في حياته وفي خدمته وفي تأثيره في كل مكان يوجد فيه، وفي كل خدمة وفكرة بيفكر فيها لأجل خير الكنيسة الإنجيلية في مصر. قبل الإعلانات عايز أخد فرصة كده أرحب بشخص موجود معنا. إحنا في شهر أواخر ديسمبر وأوائل يناير انضم للخدمة معنا أخونا أمير سمير، خريج اللاهوت، وبنعمة ربنا تقوم الكنيسة برسمته في أقرب فرصة للعمل معنا في الكنيسة. وفي شهر فبراير، أول فبراير، انضم للخدمة الأسيس مينا عوني من الكنيسة الإنجيلية الأولى في طنطا. النهاردة هينضم لنا عضو ثالث في الخدمة الرعوية في الكنيسة. عايز أرحب جداً بالأسيس سامح أنور. الأسيس سامح اتخرج من 5 سنين تقريباً يا أسيس، أو 6 سنين، وخدم كراعي لكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر في مغاغة في المنيا، أو في الأقليم، المجمع الأقليم الوسطى، وعمل شغل كبير جداً جداً في كنيسته. أنا كنت الجمعة اللي فاتت بحضر حفل التكريم بتاعه وهو سايب الكنيسة، وفعلا شفت قد إيه الأسيس سامح ترك تأثير كبير في خدمته في الكوم الأخضر، رغم أنه الوقت اللي قضاه فيها ما كانش كبير. أنا برحب بيه هو وسارة زوجته وآسر ابنه، وهترك الفرصة لي أن هو يعرفنا بنفسه بصورة أكثر تفصيلا. صباح الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. سعيد جدا ان اكون موجود مع حضراتكم. انا اسمي سامح انور روفائيل، انا من بني غني صملوط المنيا، متزوج، مراتي اسمها ساره عبد السيد، هي بتشتغل موظفه في سكرتاريا مكتب محافظ المنيا، هي حاليا في اجازه. عندنا اسر عنده 4 سنين موجود معانا برضو. قبل دخولي كليه اللاهوت انا اتخرجت من كليه السياحه والفنادق، اشتغلت فترة قليلة في السياحة، وبعديها دخلت كلية اللاهوت. أثناء دراستي في كلية اللاهوت أنا خدمت في أماكن مختلفة، خدمت في الكنيسة الإنجيلية في صدفة، خدمت في الكنيسة الإنجيلية في أولاد نصير في سوهاج، وخدمت كمان في الهيئة القبطية الإنجيلية. ده فرصة سعيدة كمان ليا اللي أقول الكلام ده في ظل وجود دكتور القس أندريا. أخيرا أنا خدمت في الكنيسة الإنجيلية في الكوم الأخضر، استمرت خدمتي في الكنيسة الإنجيلية في الكوم الأخضر لمدة 6 سنوات إلى أن دعيت في الخدمة مع حضراتكم هنا في الكنيسة في مصر الجديدة. شرف لي أن أنا أخدم في وسط حضراتكم، كنيسة ليها ماضي عريق، كنيسة ليها حاضر مشرف،
وأثق بنعمة الله أن الكنيسة ليها مستقبل مشرق. سعيد كمان أن أنا أنضم لفريق الخدمة، أن أنا أخدم تحت رعاية الأسيس يوسف، أخدم مع أصدقاء أعزاء ليا الأسيس مينا عوني والأسيس أمير سمير. أنا بصلي أن ربنا يستخدمنا، يستخدم الكنيسة، يستخدم شعب الكنيسة لمجد اسمه وامتداد ملكوته. حابب أوجه كمان رسالة شكر للكنيسة الغالية على قلبي، الكنيسة الإنجيلية في الكوم الأخضر، كنيسة اللي ليها دور مؤثر في حياتي. أنا بشكر الكنيسة الإنجيلية في الكوم الأخضر على كل أمر صنعته ليا، ولولا الكنيسة الإنجيلية في الكوم الأخضر ما كنتش أتواجد في وسط حضراتكم. شكرا لكم. أنا برحب بالأسيس سامح مرة تانية، وعايز أقول لكم حاجة مهمة جدا ما ينفعش أن أنا أفوتها، أنه إحنا كلنا وإحنا بنخدم إحنا فعلا بنتبارك، وده مش كلام مجاملة، إحنا فعلا بنتبارك بوجود الأسيس مكرم في وسطينا. هو أبونا، هو أبونا، هو الراعي الحقيقي لينا. إذا كنا عارفين نخدم أو بننجح في خدمتنا فده بسبب تشجيع ودعم وصلاة ووقفة الأسيس مكرم جنب كل واحد فينا. الأسيس مكرم بنشوفه كل يوم في المكتب إزاي بيقعد مع الأسيس أمير شوية والأسيس مينا شوية ومعايا شوية، ففعلا أنا بشكره جدا على دعمه وعلى محبته وعلى أبوته وعلى رعايته لينا كتلاميذ، وهنفضل تلاميذ دايما للأسيس مكرم. ربنا يباركك يا أبونا. الآن نعبد الرب بتقديم عطايانا، وهفكر حضراتكم أنه النهاردة والأحد القادم هيكون آخر فرصة لتقديم عطايا الشكر، فأنا أرجو كل شخص عنده نية أنه يقدم عطية شكر من فضلك من فضله يسرع بيها، عشان إحنا خلال الفترة اللي بعد العيد هنكون محتاجين نوزع هذه العطايا على الطلبات الكنائس اللي بتجيلنا. فأرجوكم كل اللي عنده عطية شكر من فضلك ما تنساش أنه خلال النهاردة أو المرة اللي جاية بالكتير تكون بتشاركنا بيها، علشان نلحق نوزع كل المبلغ اللي وصل للكنيسة. أفكر حضراتكم أنه بنستمر في لقاء درس الكتاب كل يوم اثنين من الساعة 7 إلى 8:30، وهنستكمل معاً بكرة الأصحاح الأخير من سفر حبقوق النبي أصحاح 3 من 7 إلى 8:30 مساء. اجتماع السيدات بيتشرف بدعوتنا لحضور الاجتماع يوم الخميس القادم يوم 6 أبريل الساعة 10 الصبح، وهتكون الخدمة عن هيكل سليمان وما يزعمون أو ما يزعمونه عنه الآن، وهل هو هيكل الله أم هيكل سليمان. كل الأمور المختصة بهذا الموضوع هيكون المتكلم الأستاذ أكرم مليكة المتخصص في تاريخ الأراضي المقدسة وعلاقتها بنبوات الكتاب المقدس، والدعوة عامة للجميع للسيدات وللرجال. خدمة اليتيم خدمة بتقوم بها لجنة الرعاية بالكنيسة، بتساعد في توفير كافة الاحتياجات طوال العام لهذه الفئة، فئة اليتيم، مصاريف مدارس، ملابس جديدة، مصاريف دروس، مواد غذائية، ملابس جديدة في كل عيد. وبمناسبة اقتراب عيد القيامة هيكون في الخارج ترابيزة للي يحب ان هو يتبرع او يشارك في هذه الخدمة. ايضا في واحدة من ضمن خطط قطاع الارساليات في الكنيسة وخطط القوافل هي القوافل الطبية، فقطاع الإرساليات هيقوم أو هينظم قفلة طبية يوم 28 أبريل لقرية شمس الدين في مغاغة، القرية اللي احنا بنخدم معاها بقالنا تقريباً سنتين. قفلة تحتاج إلى أدوية سارية الصلاحية طبعاً، أدوية ينفع أي حد عنده الإمكانية أنه هو يتبرع بأدوية علشان توزعها على المرضى هناك. ممكن أن احنا نسلم هذه الأدوية في سكرتارية الكنيسة في موعد أقصى الاثنين 24 أبريل، علشان يلحقوا أن هم يوزع أو يقسموا الأدوية بحسب الاحتياج. لجنة الرعاية واللجنة الاجتماعية معا بيعلنوا عن رحلة إلى شرم الشيخ في الفترة من 16 يونيو إلى 20 يونيو، وللاستعلام الاتصال بالدكتور ثروت سعيد أو المهندس فخري يونان. الكنيسة بتشارك بالتعزية الأستاذ شريف كامل في انتقال شقيقته سناء أول امبارح،
بنصلي نعمة وتعزية لجميع أفراد الأسرة. أيضا زي ما أعلننا الأسبوع اللي فات، أسرة الأستاذ ممتاز جرجس هتتقبل التعزية في انتقال زوج بنتهم ساندي يوم الأربع القادم، يوم الأربع الجاي يوم 5 أبريل من الساعة 6:30 إلى الساعة 10 مساء في القاعة الملحقة بالكنيسة. بنرحب بوجود مدام لونا مرزوق. لونا كانت تعرضت لوعكة صحية سريعة كده، هو هي موجودة معانا النهاردة، بنقول لها الحمد لله على سلامتك. إعلان أخير وطويل شوية، هو إعلان عن خدمات أسبوع الألام وعيد القيامة. الأحد القادم زي ما احنا عارفين هو أحد الزعف، وهنشترك معا في الاحتفال بهذه المناسبة الساعة 10 صباحا زي كل يوم أحد، لكن ما فيش خدمة مسائية، بنترك الخدمة المسائية أو بنترك عائلات تحتفل معا يوم أحد الزعف، فبنكتفي فقط بالخدمة الصباحية يوم الأحد القادم الساعة 10 صباحا. بداية من يوم الاثنين طول أسبوع الألام هيكون فيه خدمات متنوعة. يوم الاثنين 10 أبريل هيكون فيه مسرحية إنتاج ضخم جداً ما بين فريق الحياة الأفضل وفريق الرؤية المسرحي. عنوان المسرحية قد قام، هتكون الساعة 7 مساءً. يوم الثلاث والأربع عندنا خدمات تكريسية بتبدأ الساعة 7 مساءً أيضاً. يوم الخميس، خميس العهد، هيكون عندنا خدمة تكريسية وهنجلس معاً حول المائدة المقدسة. يوم الجمعة، يوم الجمعة العظيمة 14 أبريل، الخدمة الساعة 11 صباحاً وهنجلس معاً أيضاً حول المائدة المقدسة. يوم السبت ليلة العيد يوم 15 أبريل هو الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بعيد القيامة، وهيكون هنا في الكنيسة. هيبدأ الاحتفال الساعة 6 بفقرة موسيقية هيقدمها لنا اثنين من عازفي أوركسترا القاهرة السيمفوني، وهيقدموا لنا مقطوعات موسيقية مرتبطة في التاريخ بعيد القيامة. يعني هم اختاروا حاجات موسيقى عالمية مرتبطة أو اتعملت بمناسبة عيد القيامة من 6 لـ6:30. وبعدين الاحتفال الرسمي يبتدي الساعة 6:30، وهيكون في أكتر من حاجة. هيكون في فريق الترنيم، الكواير بتاع الكنيسة بيقدم جزء عن الصليب والقيامة، هيكون في كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية، هيكون في كلمة لراعي الكنيسة، هيكون في فترة تسبيح مع شباب الكنيسة، هيكون في ترنيمة خاصة بيقدمها المايسترو ناير ناجي وبيألفها خصيصا لأجل هذه المناسبة، هيقدمها يوم السبت. أدعوكم إن إحنا نكون موجودين ونرحب إحنا أصحاب المكان. هي دعوة مش لينا، لكن دعوة إن إحنا نكون موجودين علشان نرحب بكل الضيوف، ضيوف الطائفة اللي هيكونوا متواجدين معنا. إحنا بنعمل الاحتفال ده الساعة 6 لأن أحبائنا الضيوف بيبقوا عايزين يمشوا بدري علشان يلحقوا الاحتفال في الكاتدرائية مع قداسة البابا تواضروس. عشان كده إحنا عاملين الاحتفال بدري، من فضلكم نيجي بدري عشان نلاقي أماكن للركن ونلاقي أماكن إن إحنا نقعد في الكنيسة. يوم الأحد تاني يوم اللي هو يوم عيد القيامة هتكون خدمة القيامة الصباحية الساعة 11 مش الساعة 10، بنأجلها ساعة بس علشان الناس اللي سهرانين يلحقوا ياخدوا وقتهم في الراحة. فهتبقى الخدمة الصباحية يوم عيد القيامة الساعة 11 صباحا بدلا من العاشرة، وأيضا نكتفي بالخدمة الصباحية علشان نترك الفرصة للأسر للاحتفال معا. كل سنة وأنتوا طيبين. هطلب من أحبائي الموجودين في الجاليري إذا كانوا هيشتركوا معنا في مائدة الرب إن هم ينضموا لينا في الكنيسة. وخلونا نشكر الرب على عطايانا. نشكرك رب من كل القلب لأجل محبتك وإحسانك في المسيح، لأجل كل عطية صالحة موهبة تامة نازلة من فوق من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ذل دوران. أصلي في اسم المسيح أنك تبارك عطايانا وتبارك عطايا الشكر، وتستخدم يا رب كنيستك لكي تكون سببا لبركة كثيرين حولها في اسم المسيح، أمين. أن نجلس معا حول المائدة ويقودنا فيها الفاضل الأسيس مينا عوني. هطلب من شيوخ الكنيسة وإذا كان معنا قصوص أو شيوخ ضيوف انضمام لنا لتقديم المائدة. أشكر ربنا جدا لأجل صوته ولأجل رسالته لنا النهاردة في هذا الصباح.
بنشكر ربنا لأجل بركة ونعمة إن هنكون بنخدمه معا لأجل مجد الله ولأجل امتداد ملكوته. يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس: لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال: خذوا كله، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. خلونا نقف كلنا عشان نكون بنصلي. بطلب من جناب الوالد الدكتور قس مكرم أن يكون بقدنا في الصلاة. يا أبانا السماوي، نشكرك من أجل كل بركة استمتعنا بها في هذا الصباح. نشكرك من أجل التعليم، وساعدنا لنعرف متى نصمت ومتى نتكلم لكي نمجدك. ونشكرك من أجل عمل المسيح المتمثل في المائدة، فباركنا حتى نفهم هذه المدلولات العميقة. بارك كل نفس قدامك في اسم المسيح، آمين. جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكر. نتناول جميعا. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا لذكر. نحن رؤوسنا في صلاة. يا نعم الشيخ الدكتور ثروت يقودنا في صلاة.
كم أشكرك يا رب لأنك أتيت بنا لكي نجتمع معا. نشكرك يا رب لأنك أنت تباركنا وتساعدنا وتعطينا الفرص دائما لكي نرجع إليك ونتوب. يا رب نضع أنفسنا أمامك يا رب، أعطنا الاستحقاق أن نتناول من جسدك ومن دمك لأننا كلنا خطايا وشرور. باركنا يا رب وقدسنا في حياتنا وأعطنا أن نعيش ونتعلم نعمة الصمت. مرات كثيرة يا رب نتكلم بدون فائدة. باركنا واستجيب لنا يا رب. آمين. كأس العهد الجديد بدمي، فلنشرب منها كلنا. آمين آمين. خلونا نختم اجتماعنا بالصلاة الربانية مرنمة والبركة الرسولية من الفاضل الدكتور القسيس أندريا زكي. Yeah.
ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، محبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى الأبد. آمين.